بتنا على مشارف الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية في ختام عشرة أيام كاملة من الحداد الوطني. هناك أرقام مذهلة لهذه الجنازة. 2000 من الأشخاص هم عدد الوجهاء والضيوف في ويستمينستر لحضور الجنازة الرسمية، بدأ من الملك تشارلز الثالث وأفراد العائلة المالكة الآخرين إلى قادة العالم. 800 ضيف سيشاركون في المراسم في كنيسة سانت جورج في قلعة وينسور. 5949 عسكريا منتشرون في جميع أنحاء المراسم المصممة بدقة، التي بدأ بوفاة الملكة في 8 سبتمبر في بالمورال بالمرتفعات الاسكتلندية. بالإضافة إلى ذلك، شارك حوالي 175 من أفراد القوات المسلحة في دول الكومنولث. نحو 1650 جنديا سيشاركون في موكب مهيب لنقل نعش الملكة من ويستمينستر إلى ويلينغتون أرك بعد جنازتها. 1,000,000 شخص تتوقع سلطات النقل في لندن أن يزوروا العاصمة. سيتم تشغيل حوالي 250 خدمة سكك حديدية إضافية لنقل الأشخاص من وإلى المدينة. 125 من دور السينما ستفتح أبوابها لبث الجنازة على الهواء مباشرة. ماذا عن تاج الملكة؟ يتكون من 2868 هو عدد قطع الألماس، إلى جانب 17 ياقوتة و11 زمردة و269 لؤلؤة تتألق في التاج المستقر على نعش الملكة. دقيقتان من الصمت ستكون في نهاية الجنازة. نعش يرقد وسط عاصفة استمرت لأيام شهدت مراسم اتسمت بالأبهة والمباركة والحماية. حقا إنها أرقام مذهلة كشاكلة 70 عاما التي عاشت فيها الملكة على عرش بريطانيا. 96 عاما هو حصاد عمرها. من مصر، محمد عبد العال.